في الماتينال سيد فاضل عبد الكافي رئيس حزب افاق تونس صباح الخير سي صباح الخير لمريم وشكرا على الاستضافه شكرا على قبولك دعوتنا الصباحيه باش نبدا بالاكتواليتي الاكتواليتي اللي هي تهم زياده في نسبه الفائده المديريه اللي اعلن عليها البارح البنك المركزي اللي تمر من 6.25% الى 7% ونختنم هوني فرصه وجودك رجل اقتصاد وماليه انه تفسر الزياده هذه كيفاش تقراها وانعكاسها على الاقتصاد في تونس؟ هذه اولا تداعيات الازمه الاقتصاديه العميقه اللي عاشتها تونس منذ سنوات واللي في برشا مرات حذرت منها منذ سنه 2017 البنك المركزي اليوم يرفع في الفائده المديريه لمحاربه بين طفرين التضخم ولكن هذا غير كافي هذا باش عليه شنو؟ باش عليه اولا ارتفاع في كلفه الكريديات اللي ماخذينها الناس اللي ماخذتها العائلات الاشخاص اللي كان يخلص مثلا ماخو كريدي تي ويزيدوا ثلاثه نقاط لازم يعرف اللي باش ال 75 نقطه هذه جديدة، وكذلك للشركات محاربه التضخم ما يصيرش الا بهذا خاطر التضخم هو تضخم جاي من الخارج هو تضخم جاي من التوزيع في تونس الحقيقه الاقتصاد التونسي مريض وقاعدين نعطيوه في عوض نقوم بعملية جراحية كبيرة ونصارح الناس ونمشيوا في إصلاحات جذرية اللي ممكن تكون صعيبة ولكن نجم تصير في تونس وننطلقوا بالاقتصاد التونسي قاعدة اليوم باش نوصلوا في مستويات يعني تضخم كبيره ولكن بركود اقتصادي كبير وهذا اخطر وضع نجم تكون فيه الاقتصاد نعاود ناكد يعطيك الصحه يعني اخطر وضع اقتصادي هو هذا خاطر فما اقتصاد دول اخرى وفي العالم نجم يكون فيهم تضخم ولكن يكون فيهم نمو ولكن احنا المشكله نتاعنا اللي فما تضخم ومازال باش يزيد. او اخر الارقام و... النمو 2.4% لا لا شوف الارقام اليوم انا شخصيا ما عادش كارقام صحيحه. التضخم نشكك فيها منذ اشهر قلت عليه الكلام هذايا تشكيك كامل في الارقام اللي قاعدين نسمعوا فيهم في, التس في, التضخم في عجز ماليه العموميه خاطر العجز ماليه العموميه نعاود ناكد فما ثلاثه حرائق كبيره في تونس م. كان نستعمل بين ضفرين بين دفرين. دفرين. فما حرائق حريقه اولى هي الحرائق الاولى هي الصيدليه المركزيه المستشفيات الكنام وسناسيس هذا ما نعرفوش قداش من مليار دينار قاعد يدور فيهم فما ديوان الحدود حبوب ما نعرفوش قداش من مليار قاعد يدور فيه وفما الامور البتروليه يعني بين ستير والبنوك هذا الكل جاء وقت لتونس وجاء وقت للناس اللي تسير في تونس باش يخرجوا ويصارحوا التوانسه بارقامهم الصحيحه وما فما حتى عيب وراه الناس الكل مسؤولين على الوضع اللي وصلنا له ولكن كان باش نزيدوا جمعه دس في جمعه ونهار دس في نهار ماناش باش نحلوا المشكله الاقتصاديه والاجتماعيه لتونس اليوم لازم الناس تعرف اللي يخو كريدي باش يتكلف له اغلى خلاصه والشركه اللي ماخذه كريدي كذلك زيد على هذايا كي انت كبنك مركزي م. ترفع الفائده المديره توقف الاستثمار. طبعا هذا هو بالسؤال اللي السيد فضل عبد الكافي انه اليوم يولي نسبه الفائده المديريه 7% اللي هي الطريقه للحد من الاستثمار للحد من لي كريدي دو كونسوماسيون يعني هذا بالضبط هذا بشكل هو هذة 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 على الدوره الاقتصاديه بالضبط, بالضبط 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 لمريم هذا هو يعني القرار اللي خذاه البنك المركزي باسم يعني استقلاليه البنك المركزي والبنك المركزي شيء والحكومه شيء شي. هذا راهو توجد في, في في عالم اخر وفي بلاد اخرى، واللي قاعد يصير في تمويل بين البنك المركزي و والدولة التونسية ممكن م. مش قاعد يصير بطريقة مباشرة ولكن قاعد يصير بطريقة غير مباشرة عرب عبر البنوك التونسية، ولهذا نعاود نقول هي الأمور مش لازم نعقدوها ونبداو نتكلموا بالصعيب للناس، م. الوضع الاقتصادي متأزم ولكن الحلول اللي قاعدين نقدموا فيها ماهيش الحلول اللي أنا حكيت عليها منذ سنوات م. ونقول ونعاود راهو الوضع الاقتصادي كارثي في تونس ولكن في نفس الوقت هذا اللي, اللي يزيد يحزن اللي تونس عندها مقومات النجاح الكل وكان ناخذ القرارات اللازمه وكان نبدلوا القوانين الباليه اللي الاقتصاد التونسي يعني نعطيك في الادويه مثلا خاطر فما قوانين في تونس تجبر المصنع تونسي ما يبيعش للدوله خاطر فما قوانين تقوم الدوله تولي تورد, تورد تورد في الدواء من الخارج تورد فيه بالعمله الصعبه يعني هزان ونفضان وكنا نسمع منذ قليل من عاش كان سمعت وانت جاي نفسنا يا سيد نوفل العميرة يقول مشكل الكل ما بين الكنام ولا ولا, ولا السبيطارات <applause> يعني انا نحكيت مع مديرين السبيطارات <applause> يعني ملايين من الدينارات يعني عندهم عجز مع شيء خلصوا في الناس اللي تخدم لهم واحد يجي يدهن مثلا في جناح من مستشفى يبدا يدهن وبعد يبطل خاطر الناس اليوم الشكات والناس اللي متواجده في السجون راهو فما برشا حالات وحالات يعني كبيره ياسر جايه من الخدمه مع الدوله يعني انا نخدم للدوله الدوله ما تخلصنيش انا اعطي شكات ضمان ولا شكات الخلاص للناس اللي نخدم انا معاهم هذه المعضله و... انه برشا ناس تتعامل مع الدوله والدوله هي وبرشة... معروف عليها الدوله التونسيه المخلصة... ولكن أه. وصلت الوضعيه على وعلى ذاك انا فما تشكيك م. نوعا ما في, في الأرقام, الارقام خاطر م. كي تقول انت عجز ميزانيه الدوله العجز ما فيه الا اللي الدوله خلصته <applause> يعطينا الدوله ما خلصتوش اعطينا الدوله ما خلصتش الشركات الكل اعطينا الدوله اللي ما خلصتش مثلا ديوان الحبوب وما خلصتش استير و... هذوما الكل اعطيهم خلينا نشوفهم قده كنت تقول على الدوله التونسيه تحمل المسؤوليه وتعطي يعني الارقام <applause> الصحيحه ومصارحه الشعب <applause> هذا يعني نفس مطلب دايور منذ ايام السيد امين العام الاتحاد العام التونسي للشغل يقول شويه جراه في انكم تصارحوا الشعب بحقيقه الاوضاع الاقتصاديه والحقيقه الشخص <applause> باش يقول هذا اولا واجبه كان هو يعني في المسؤوليه وثانيا يعني ماهيش مسؤوليته فقط وحده هو مسؤوليته باش يقول الارقام خاطر كنت حب انت لطف علينا الكل م. واحد يداوي مريض لازم يعمل لو بون ديغنوستيك يشوف شنو المرض باش تشوف شنو المرض لازم تشوف الارقام تاع وين الامور عليه المحركات على الاقتصاد واقفين علاش فما عجز بالنوع هذا خاطر عنا احنا عندنا ايه مشكله في احنا اي عندنا مشكله الارقام ماناش متفقين عليهم يعني برشا ناس اليوم نعاودوا نقول م. يعني ارقام آه الماليه العموميه خايفين باش يصارحوا خاطر في نفس خاطر في نفس الوقت يحبوا خاطر ماشي في بال برشا ناس اللي هذوما ناس اذكى من العباد اللي ناس مطلعين اكثر اللي احنا ما ارتقيناش لمستوى مواطن م. فهمت باش احنا نعرفوا حقيقه بلادنا خاطر احنا رانا مواطنين في البلاد ما نشكر راي ولا جايين من بلاد اخرى ولا رعايا احنا مواطنين ومن حقنا نعرفوا حقيقة اللي قاعد يصير في بلادنا في أي ديمقراطية في العالم وزير يخلط يغلط في 0.1% في على نسبة التضخم الدنيا تقوم وما تقعدش مم. احنا بين أعضاء الحكومة مش متفقين ساعة على الأرقام وعندك مشكلة أخرى سيكون ماشي في بالهم يتفاوضوا مع صندوق مم. النقد الدولي وهذاك يعني سر دولة هو مو سر دولة ومن بعد تسريبات والملفات تجي والمواضيع اللي ماشيين بهم للصندوق النقد الدولي بالنسبة لي لا يستقيم يعني تجميد الاجور، شكون ينجم الاجور اليوم بالتضخم اللي فهم. تجميد الانتدابات نفس المشكلة يعني سبيطارات خارجة منها الطبة ومن بعد يقول لك تجميد الانتدابات، بيع الشركات الوطنية ما فيهم يتباع ساعة اليوم بربي خلينا نفهموا اون ماشي في بال برشا ناس يعني لي ديامونت بين يدينا. الشركات الوطنية منذ 10 سنوات تهرست. تهرست ما فيها ما يتباع لازم تعاود تهيكل ولازم نقعدوا على طاوله ولازم نحكيه على الدور الاقتصادي وتوا من احياء يعني ولهذا مش باش تعمل في الاشهر او السنوات المقبله الحكايه هذه يعني كي نقول لك الفوسفات كان يخدم في 6000 شخص عام 2010 يخدم في 27000 شخص وكان يعمل برودكسيون تاع 8 ملايين طن اليوم يعمل في زوز ملايين طن والناس فرحانه والناس فرحانه تيفيرت اللي هي شركه عظيمه واقفه اليوم يعني هذي الكل واخر نقطة بيان سور ماشي نبيها <applause> للي فامي قال لك شنو باش نعاودوا يعني النظر في منظومة الدعم شكون مش شكون مشي ينظر لها شكون مشي يبدل اليوم سوم دبوس الغاز من 7000 آلاف 30 <applause> 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 شكون مشي يطلع الخبز ل 300 ولا 400 فرنك يعني في بالهم باش نجم تصير الحكايه هذه اليوم في الوضع المتازم هكذا هكا نفهم يعني انك قلت في حوارك الاخير مع الشارع المغاربي يعني انه تطبيق الاتفاق مع صندوق النقد الدولي مستحيل مستحيل مستحيل, مستحيل, لمريم لانه فما طريقه اخرى للتفاوض مع اولا لازم نعاود ونقول تونس ديمقراطيه ناشئه تونس 12 مليون تونسي مم. تونس راهي بلاد نجم تكون مثال في العالم تونس ما فماش صداقات بين الدول ولكن فما مصالح مم. ومصلحه ايطاليا والمانيا وفرنسا وحتى امريكا وغيره باش تونس تكون مستقره خاطر عندنا حدود مع البلدان هذوما مش امريكا بيان سور ولكن نحكي على ايطاليا وفرنسا الناس هذوما الموضوع المالي في تونس مش حاجه كبيره ياسر ولكن اليوم نجموا نمشيو لصندوق النقد الدولي نقولوا احنا بلاد ناجحه وعندنا مقومات النجاح وعندنا لوجيستيك باهيه ونعرفوا نخدموا وكنا اكبر مصدر اوروبي نجموا ننظموا الامور نجموا نعملوا بلان مارشال ولا ميني مارشال ولا سميه كيما تحبوا على ثلاثه اربع سنوات وتو نصلحوا ولكن اليوم في الوضع نتاعنا اليوم ما نجموش نقوموا بالاصلاحات بش بالطريقه هذه لازمنا مرحليه لازم ولكن في تونس زاد لازمنا نتفقوا الحقيقه خاطر مش قضيه تجنب فقط لازم نقعدوا مع الاتحاد ومع مم. الاحزاب السياسيه ناكد مم. على الاحزاب السياسيه, السياسية. ومع مع الاداره التونسيه ونقعدوا ونقول ونجاوبوا على السؤال فقط لي 10 سنين وانا نقول ونعود نعاودوا ومش نقعد نعاودوا ما هو الدور الاقتصادي للدوله التونسيه سنه 2022؟ ما ينجمش في كل الاحوال يكون الدور الاقتصادي اللي لعبوه الاباء المؤسسين للدوله التونسيه سنه 57 ما ينجمش 57 تونس الدوله عملت السبيطارات والمكاتب والمعاهد والمصانع والثنيات واللي ريت الكل موجود اليوم في تونس اليوم جاء الوقت باش نقولوا مش ممكن دولة عندها مليون هكتار مطيش عندها اما نبدا نقرا في الجرايد التونسيه استرجعت الدوله عشرة هكتارات اي بارك الله فيهم ومش تعملتوا بهم كي استرجعتوا ما تقعد ارض بور ولا اي دونك باهي اللي استرجعته ولكن تثمين هوني هوني ينطلق بالنسبه ليك تغيير المنوال الاقتصادي هذا هو انا الكلمه هذيك قال فودي وماش نحب نستعملها هي استعملوها الناس اللي يفهموا واللي ما يفهموش خاطر عندك سياسيين في تونس يجي يحكي لك على الاقتصاد لازمنا نندزه عجله التنميه اي وينها عجله التنميه؟ اعطيناش ادريستها تو نمشيو ندزو الكل هذه المنوال التنموي وعجله التنميه مم. فماشي حد سالته وجاوبك بالضبط شنو المنوال التنميه وشنو عجله التنميه وقداش من عجله باش ندزو وفي انا وقت وشن هي المرحليه الجواب الاول ساعه ما هو الدور الاقتصادي لازم تقعد مع الاتحاد وتحكي معه الاتحاد هنا في البلاتو هذا حكيت اللي هو تفكر اللي اللي هو يطبق في امور ممكن تطبق على الدوله عنده تيل حطوا اون كونسيسيون عنده شركه تامين ضخ فيها اموال من القطاع الخاص شراكه يعني بين القطاع هذا الاتحاد راهو هذا يعني اللي ممكن يتطبق في الاتحاد مثالش نعاودوا و... نقولوه يتطبق في م. الدوله وراه الاتحاد ينجم يسمع الكلام هذا بعد هو يطبق فيه عنده هو قال مستعد الاتحاد مستعد ولكن كي و... انت انا برشا ناس و... يقولوا الاتحاد قوي ياسر الاتحاد قوي ولكن الحكومات زاد ضعيفه برشا م. نرجع معك للارقام ولكن ارقام تخصك انت وتخص حزبك سيد فاضل عبد الكافي البارح اخر صبر لي لسيجما كونسي وفي نوايا التصويت للانتخابات التشريعيه حزب افاق تونس ماهوش موجود من العشرة أو إلا نلقاوه في المرتبة 12 <applause> بصفر فاصل خمسة في المية وعدد الناخبين ألي باش نقولوا ما بين في دوائر 23 ألف أه تقريبا أه قراءتك للرقم هذا قبل ما نحكيه للنسبة الرئاسية والله ما نقعدش برشا وقت نقرا في الارقام هذايا كيما فما لا مهم للغايه نقراهم <applause> انا نعم في السياسه وصبر الاراء مهم للغايه نقرا صبر الارام تاع الشركه اللي حكيت عليها ولكن نقرا صبر الارام تاع شركه اخرى اللي هي تعطينا أربعة في المئة وتعطينا الترتيب نتاعنا في في المرتبه الرابعه فهمت هذا يخليك تتساءل؟ نتسائل مالا شنو نقول؟ انا هوني معناتها يعني سيجما عندي صفر 4% مثلا انت محبيش نقول, نقول الـ ما اه 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 هما؟ يعني ما اه. انت ما تتسائلش مثلا مريم كي واحد يعطيك 0.5 والاخر يعطيك 4% كانت هذه اول ملاحظه جات البالك يعني كيف اول ملاحظه نعم اول ملاحظه يعني كنا 4% في امراد و فاصل في سيجما تسال تقول علاش؟ في كل الاحوال هذي 0.5 فاصل خمسة 4 10 2 مش باش اولا خاطر انا حالف بيمين مش حتى حد ما باش يحبطني مش باش يخليني نوقف اللي قاعد نعمل فيه منذ عام اللي هو نمشي في مناطق تونس الكل ونزور ولايات تونس الكل ونعمل 400 و500 كيلومتر باش نقابل اربع من الناس خاطر هذاك العمل السياسي صحيح وهذاك اللي قال مباشر خاطر انا نجم راه زاد نعمل آه يعني قال شنو اجتماعات شعبيه وبندرول مرحبا بالسيد فاضل عبد الكافي رئيس الحزب نجم نعمله. لكن احنا نحب نفهموا مشاكل تونس اللي احنا فاهمينهم اولا ولكن نحبوا نزيدوا نتاكدوا خاطر انا كي نمشي آه للجنوب التونسي ونمشي نمشي الميناء في بن ونمشي نشوف الفلاحه في الشمال الغربي ونمشي نشوف الصناعيين استقبال الناس ليك. والله استقبال نتاع ناس اضعف الايمان فهموا اللي انا جاي ساعة سنوات قبل الانتخابات ماني يعني جاي ليلة الله جاي باش نحاول نفهم ونعدي الوقت اللازم باش نفهم مع فريق العمل نرجع لهم اثنين وثلاثة واربع مرات الناس هذوما برشا منهم دخلوا معنا خاطر اقتنعوا بأفكارنا أفكارنا اللي السياسة هي نتائج اللي السياسة هي التمكن من الأمور الاجتماعية والاقتصادية السياسة هي حماس والسياسة هي صدق صدق يعني اللي كنا نحكيه عليه <applause> الأرقام صحيحة اليوم نجم نحكي لك على الفلاحة من من كيفاش بدات يعني مشكله الماء ومشكله م. شهاده الملكيه الفلاحيه ومشكله تمويل الفلاحه ومشكله الدرون ومشكله القمح علاش كانوا بالسوم هذا هكا نجل بودن بعد ما قلنا 100 مره لازم يتبدل الاسعار هكا بدت شويه الاسعار ولو الأسعار زي ما زالت الاسعار لازم تطلع بش الفلاحي <applause> اليوم <applause> عنا موسم اليوم مع اليوم مع اليوم اليوم موسم نتاع بطاطا هاو جاي تو تشوفوا الكارثه اللي باش تصير للفلاح علاش الكارثه باش تصير خاطر الكلفه نتاعو تقريب دينار الكيلو اليوم الناس اللي تبرد وتخزن خايفين من كحرب ضد التحكي الاحتكار بيان سور دونك موش ياخذوا والهم باش تهبط ب 400 ولا 500 فرنك في السوق بدا تشوف شنو باش يصير للفلاحه ومن بعد اشهر ولو الفلاح باش يحاول يحماها بالتبن وما نعرف شنو بعد اشهر من بعد تو تشوف الاسوام وكيفاش نجيبهم من الخارج مره اخرى يعني العدو ما يعملش عدو هكا خاطر الناس اللي ساهره اليوم على الدوله ما هيش تفرق بين ستوك استراتيجيك وستوك دو, دو برودكسيون وستوك نعمل فيه للسيزون وواحد يعمل في الماء المعدني ما عنده حتى دخل في منظومه الدعم يدخل ويفكوا له الستوك نتاعو ويبيعوه له للاقتصاد في ازمه اقتصاديه خانقه نزيدوا نربكوا الاقتصاد في عوض احنا كدوله نزيدوا نهنيوا المستثمرين نزيدوا نشجعوا المستثمرين نزيدوا نشجعوا الفلاحة، نسهروا على الشركات الصغيرة المتوسطة نتاعنا، لا نعملوا العكس باسم شنو؟ الحرب على الاحتكار. هاو شنو قاعد يصير في تونس؟ ولهذا اللي, اللي تراه فيه الكل الارقام اللي يعطيهم صبر الاراء الراهم خاطرني انا سياسي ولازمني نتبع صبر الارقام الارقام ولكن صبر الاراء سامحني ولكن ما نقعدش أكثر يا حقيقة من نص ساعة ما نسيش نهبش نزيد سؤال بالنسبة ايه؟ للرئاسية شركة سيجما قدمت قائمة من الأسماء <مه> ومن الشخصيات السياسية وطلبت من المستجوبين أنهم يعطيوا رأيهم شكون باش ناويين يصوتوا <مه> <مه> سيد فاضل عبد الكافي من بين الشخصيات المقترحة ما بين القائمة هذي متاع الأسماء واللي يتحصلوا على 1.3% للتذكير قيس سعيد مازال في اعلى ترتيب في نوايا التصويت يعني ب 65.2% يعني اسمك مطروح تروح ما بين الاسماء ولكن الى حد الان حتى في الرئاسيه الناس مازالوا ما يصوتوا لكش ما يراوكش في في الرئاسيه في المقابل رئيس قيس يعني الرئيس قيس سعيد مازال يعني يسيرفول تو الموند الرئيس قيس سعيد مازال كما قلت انت يسيرفول تو الموند مي قاعد يهبط يعني كان الرقم هذاك كان ب 85% يعني كي انت تفقد 20 نقطه في اقل من ثلاثة اشهر يعني زاد لازم تشوف وين توجه توجه قاعد ماشي للارتفاع او للنزول انا هذا كله سابق لأوانه مهم صبر. انت كنت صرحت قلت مازلت مانيش ما خمنتش ما مانيش بالانتخابات الرئاسيه لا أنا مش على انتخابات م. الرئاسية، السؤال اللي كان في شارع المغاربة على الانتخابات التشريعية, التشريعية و... كذلك لا م. التشريعية والرئاسية أنا مش مطروح بالنسبة لي لا اليوم مش مطروح العمل مز... العمل, العمل, العمل ثم العمل، يعني السياسة هي نتاج م. السياسة هي عمل، السياسة هي الميدان، م. مش التنظير والشعارات الفضفاضة وكل يوم يطلعونا بطلعة جديدة في تونس، م. أنا نحب هذه بلاد بلادي ونحب نفهم بالضبط شنو قاعد يصير فيها، خمسين سنة عايش فيها نتصور نعرف تونس ولكن ما زلت مستثمر في كفكرة نزيد نفهم شو قاعد يصير في الفلاحة شو قاعد يصير في الصناعة شو قاعد يصير في التجارة شو قاعد يصير في التربية والتعليم والصحة نقعد مع ناس أهل الذكر باش نزيد نفهم منهم نمشي في مناطق تونس اللي مشاكلهم مش مشاكل كيف كيف الحقيقة مش كيما مشاكل ولاية تطاوين كيما مشاكل ولاية باجة كيما مشاكل ولاية تونس الكبرى ولايات تونس الكبرى هذي الكل خلينا نزيد نفهموا بلادنا باش نرجعوا ببرنامج اللي احنا طرحينه، اللي احنا ديما نحكي عليه اللي تونس راه ولو مشاكلها كبيره راهي تونس تتحسن وتتحسن بجره قلم جره قلم هي القوانين الباليه القوانين المعطله يا اخي مازال شيء شي ش... صحيح في جره القلم يعني ايه شيء صحيح اه. يعني انا مانيش راهي يعني م... موش تعنى مش تعنت راه مانيش مش في طبعي شوف يا مريم ما هوش كلمة قلتها شوف في طبعي يعني بالنسبة لي خممت فيها خمام اه. فيها خاطر ديما لازم تعطي صورة الصورة تغيير القوانين تغيير يا اخي ما هاتير محمد شعمل في ماليزيا يا اخي شرودر شعمل في المانيا يا اخي بول كاغامي شعمل في رواندا ولا الناس ما يعرفوش يمشي يحلوا كتب يقراوا يقراوا واش عملوا بتاتر ما يعرفوش هي مش مش لازم ع... لازم عليك مش تعرف شرودر درش عمل في المانيا كان انت تحب تطلع على اش عمل عمل بالضبط جرد قلم يعني مش ما... للترسانه القانونيه مم. الالمانيه وما ادراك مش نحكي على بلدان اخرى مم. ومهاتير محمد كيف كيف و... وبول كاغامي اليوم في رواندا برا شوف في 20 سنه اش عمل ولو ماهوش نظام يعني الحقيقه سياسيا قريب من تونس خاطر احنا قاعدين نبنيو في ديمقراطيه ناشئه نجموا نشحوا الديمقراطيه في تونس، لازم العيش الكريم، لازم العيش الكريم، واليوم العيش الكريم ما موجود في تونس. من بين الشخصيات السياسيه اللي جات نعم. يعني في م -م. في الاستطلاع في البرماند بوليتيك نتاع فما شخصيات سياسيه تقدمت للانتخابات الرئاسيه وكانوا النواب واللي هما يعني ما عندهمش عمل ميداني معروف ما مع عدا نظريات وكتب تكتب، لكن الناس هذوما يسمعوهم يسمعوا المواطن ويتبعوا. شوف يا شوف لمريم انا حق اي تونسي يسمع لي حب مم. ويفهم لي حب ويتبع لي حب هدايا ما يعنيش يعني, يعني نحب نقول يسمع اكثر من اللي يسمع الكلام رغم اليوم اليوم, اليوم يا اخي اللي عبد اللي باش في كورسه اللي هي تدوم ألف كيلومتر ولا 500 كيلومتر الحساب مم. مش توا وانا اهم شيء بالنسبه لهدايا نجم في في يعني باللي عملته في حياتي نجم نشد داري نولي مثلا منظر على الاقتصاد او كرونيكور عندكم في شمس اف يعني كان مثلا تعمل لي ريكروتمون نجم نكون نتصور ناجح يعني في هذا انا فضلت في عود نقعد دون زون دو كونفور كما يقولوهم انا تفضلت ندخل في العمل السياسي ولكن عندي تعريف للسياسه انا عمري ما شتمت خصم سياسي عمري ما طيحت قدر خصم سياسي عمري ما تجنيت على عبد نحترم الناس الكل الرالي تونس تلم التوانسه الكل رغم اللي قلت وانت يعني وزير قلت لكن كان راهو باش نجم سيب قل... اي لا لا سامحني خاطر هما سيبوا قله لحية قلت لهم كان كان تحبوني إن اسهل حاجه في الدنيا هي قله لحية وهذا صحيح اصعب حاجه في الدنيا هي الاخلاق مرة. نجم انا بيسير نجم يسب يعني نولي نسيب في قله الحياه يعني صعيبه ياسر باش حد يسب... عبد انا سبوني انهارتها وشتموني وسرق وسارق وخاين وكل الكلام اللي تسمع فيه حتى لليوم للاسف فهمتني علي يعني هذيك القوه خاطر احنا شو في تونس ولا مم. العبد اللي هكا عامل روحه يعني ينجم يقل التربيه ويطيح القدر تاع العبد هذاك السياسي الناجح مش هذا تعريف للسياسه ولهذا إجابة مرة أخرى لسؤالك باش نكملوا العمل الميداني في أفاق تونس عندنا برنامج واضح باش نمشي ونطرحوا أفكارنا نحبوا نكونوا بديل جدي للسياسة في تونس السياسة كما أحنا نعرفوها وكان نجحنا فبهي وكان ما نجحناش احنا ضميرنا يكون مرتاح نجم احنا الناس كيف احنا كنجم نجم في ديارنا ونعمل حاجه اخرى لا وحاجه اخرى لا كان الناس ناجحين في تونس راني مانيش نعم في السياسه كان الناس هذوما اللي يسيروا فينا رانا ممكن يعني 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 ما نعملش سياسه. لا ننطيش با لوطخ ينجم واحد يكون عنده طموح باش يعمل السياسه. ليه لا لا يعني اليوم وصلنا اه لحاله اه اللي اه تقول عجب كيفاش تونس وصلت لهذا يعني العدو ما يعملش في عدو. اه 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 جوستومون يعني حتى ونرجع انا لحوارك الاخير اه في جريده شارع المغاربة اللي قلت اه ممكن تونس تتغير في فتره قصيره قلت عامين اربع سنين اه اولا استرجاع الثقه. اللي, أهم شي اللي هي اهم شيء اللي هي و يعني اللي هي يعني ينجم واحد يسمعك يقول مي سي اوتوبيك توباوي فضل عبد الكافي يعني لا بربي توباوي توباوي وانه تتغير في اثنين عامين واربع سنين بينما بينما بعض المتابعين والسياسيين يقول لك تونس اليوم يزمها جينيراسيون 10 15 سنه الي مانيش لازم نشوف 30 سنه باش تتغير و و ونمشيو لوضعيه جديده شوف لمريم طبالي وهولامي وشعارات فضفاضة وشعارات ما عندها حتى معنى في أدريس أخرى مش أنا أنا كي نقول في ستة أشهر المناخ نجم يتبدل احنا في كعملت انا العشرين عشرين في نهارين من زمان مناخ الاستثمار تبدل خاطر الناس رجعت لهم الثقه وراو لي شخصيه بارزه في العالم مشينا وجبناهم وجاو وعملوا المؤتمر هذاك وعملوا الارقام هذوكم اللي خرجت ولهذا في ستة اشهر كان انت تعيط للقطاع الخاص وتعيط للاداره التونسيه وتمشي تروج لتونس المناخ ينجم يتبدل بي. ما قلتش انا باش نبدل تونسي ستة اشهر قلت المناخ ومهم ياسر خاطر الجيش انت المستثمر تقول كان تحفر هوني تلقى بترول ولا ديامونت اما ما عندكش السيد هذا ما عنده حتى ثقه في الحاكم ما يعملوش المشروع راه، وبرا شوفوا ارقام الاستثمار اليوم، منين جاي هذا؟ جاي من الخطاب العنيف ضد القطاع الخاص، وضد القطاع العام، يعني ضد الإدارة التونسية، يعني الناس الكل واقفة مكبلة، الدولة ما عادش تستثمر، الخاص ما يستثمر، وال والأجنبي والأجنبي هز باجاج من هالبلاد، وحتى تونسي ما قاعد يروش في تونس، هذا هما ثلاثة محركات، ولهذا أنا قلت. قلت ستة أشهر ليمور تنجم تتبدل، الإدراك الحسي الناس كيفاش تحسي تونس عليه خاطر فما خطاب بناء يبني مش يهد خاطر جرد قلم تنجم تهد بها راهو زاد وهكا تبارك الله اما جرد قلم تنجم تبني بها زاد في عامين واربع سنين تونس بلاد راهو سي ان بوتي نافير مانوفرابل احنا بلاد فيها 200 مليون ماناش مصر ومعناش مشاكل كبيرة ياسر. إي نعم في عامين بين عامين وأربع سنين تونس نجم تتبدل. خاطر نعرف شنو خاطر عامين وأربع سنين ما نخليش بورترادس يهبط في أربع كونتينرات في, 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 الساعة. أنت تقول ردوا بالكم ونشوفوا شنو صاير في لبنان. إي ماله ، وهذايا عام نقول فيه ، واللي قلت عليه خ... شوف اللي قلت عليه من عام 2017 للأسف الشديد أنا كنت نفضل أنا نكون غلط و... وتطلع حقيقة أخرى من 2017 اللي قلت عليه قاعد يصير يا أخي ماش دخلوا بابورات لتونس قمح وما خلصوش من شركة وطنية الأجور نتاعها ما خلصتش يعني شو يعني التضخم اللي حكيت عليه هاو قاعده تراه في قدامكم اللي النمو اللي يوقف الشركات الوطنيه اللي افلست هذا الكل اللي حكيت عليه من 2017 م -م. كان يحبوا الناس يرجعوا للخطاب في البرلمان امام رئيس البرلمان ونهارت اللي صارت م -م. الحكايه هذيا نتاع نتاع الكريدي اللي احنا وقتها ناخذوا فيه ب 1% في على 40 سنه ب 10 سنوات تمهال تو في تونس راهو 30% على عامين في العالم المديونيه التونسيه في خمس سنين لا لا عامين عامين اه في خمسة يعني سنين اي في خمسة سنين م. معناها معناها السوق الماليه العالميه باب وتسكر باب وتسكر لهالدرجه اي مسهل انت انت كوزيره ماليه ولا كمحافظ تمشي تاخذ فلوس ب 30% على عامين ما تصوركش باش يعني. تقعد تتفاوض مع دول شقيقه وصديق وباش تتفاوض مع صندوق النقد الدولي لعله يعطيك الضوء الاخضر لبنوك دوليه اخرى كما البنك العالمي الدوله التونسيه تقول لك فما جهات اخرى شكون يعني ما شنو يعني اكسترا تيريسر مثلا جايين مش من جايين من اسيا إيه إيه من, إيه 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 من الارض روسيا إيه معناتها فما تصورات اخرى ايش قلت انا دول شقيقه وصديقه كان ولينا دول احنا شقيقه وصديقه نتاعنا روسيا والصين يعلمونا زاد مش سالش راهو هو مم. اعلامنا راهو نعاود نرجع رانا مواطنين مم. يعلمونا مثلا اللي تونس بدلت سياساتها الخارجيه اللي تبنات من عام آه 57 مم. على الاتجاه نحو اوروبا ونحو امريكا وبعثان يا اخي بورقيبه اول ما حارب الفرنسيس واول ما بعث الطلبه التوانسه لفرنسا يقراوا. هذاك هذاك الدهاء السياسي هذاك العبد اللي خمم على بلاده أو اول واحد حارب فرنسا رأه. واما اول طب توانسه تفورميو في فرنسا ورجعوا يخدموا في تونس وعمل احسن كليات في تونس تاع وعمل احسن كليات هندسه ومختار العتيري وغيره م. يعني هذا اللي الناس تبني بجره قلم اي يعني نعم بجره قلم بنوا فما يعني. ناس تهد بجره قلم اليوم فما وقع فما استفتاء فما موعد استفتاء 25 جويليا فما موعد انتخابات تشريعيه ديسمبر إلى حد الآن إذا كان ما تغيرتش يعني التواريخ هذه، أنتم في حزبكم تستنوا الإعلان عن تركيبة اللجنة اللي باش تقدم الإصلاحات السياسية وكذلك نص السؤال اللي باش يكون موضوع الإستفتاء قبل ما تعطيه رأكم يعني أنتم اليوم في أفاق تونس تقولوا ننتظروا ساعة قبل ما نعطيو موقفنا من الإستفتاء. أولاً المسار، المسار إنفرادي، الرئيس ما حتى حد، يحكي على حوار ما فماش حوار. يحكي على اتحاد عام تونسي الشغل داخل في الحوار الاتحاد يخرج يقول لا يعني لقاء بروتوكولي بشي هنينا يحكي على لجنه ما شكون هي لجنه وما يكونهاش اليوم رئيس الدوله هو رئيس دوله ورئيس حكومه ورئيس القضاء ورئيس هيئه الانتخابات اللي اسمها هيئه اليوم قيس سعيد ما اسمها هيئه الانتخابات المستقله ويده محطوطه على الصحافه التونسيه العموميه وغيره وغيره وغير يعني المسار الكل احنا من دقيقة الاولى من 22 سبتمبر قلنا احنا ضد هالمسار هذا وتونس تسحق خير وتونس تلم ولادها الكل وتتفاوض وتتناقش الان الاستفتاء انا خلينا نشوفوا المضمون احنا عندنا صبر مم. ايوب يعني هذي. قلنا احنا ناس بعقلنا خاطر وقت الناس الكل يعني في الهذيان يا يا, يا يا لمريم يا يعني يا يعني تمشي قيس عيد عمري 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 ما نجم نكون 25 جويليا كان حلا وقيس عيد بأداء اصبح بادائه مشكل بادائه انت انا نتصور كي عمل 25 جوليا ورغم هذا جولي. تستنى يا اي لمر... خاطر نحن نحب تونس الاسلوتيق. احنا ما نجمش باش شهاده من عند حب في حب تونس ولا في الوطنيه ولا احنا ندافعوا على تونس الباهي لتونس احنا معاه نتصور ما فماش حاجه باهيه باش تجي خاطر ملي رينا من 25 جويليا ما رينا حتى شيء باهي رينا انفراد بالراي رينا كلام وتهجم على الخصم السياسي في مستوى اعلى مستوى هرم الدوله رينا اشياء غالطه ماشيين فيها في تونس رينا حكومه صامته ما حتى قرار يصلح بالتوانسه و و و ومع هذا ننتظر واحنا احنا كنا سنة في 25 ماي ظهرت باش يزيدوا شهر على كيفهم هذا شسمعنا سمعنا الله الله اعلم لا لا فما يعني جاتكم معلومات مش معلومات جات الناس تكتب في الجرايد بربي ردوا بالنا ذي من قضيه المعلومات خاطر اقل واحد يقول ربع كلمه دو ترافير يلقى روحه عنده قضيه هذا زاده باش يعطيك لومبيونس اللي عايشين فيها في البلاد يعني اليوم تتكلم بكل حذر لا انا مش حاجة انا لا, لا. يعني تدينوا فيه يعني للي صار للسيد غازي الشواشي اي اللي صار غازي الشواشي واليسار صار زاد كذلك الحزب الحر الدستوري في, بيان في بيان البيان حاطين زوز وليصار. نقاط يعني صحيح. شو معناها يعني غازي الشواشي يصير له اللي صار فهمتني على معلومه كانت موجوده منذ ايام واسابيع في الجرائد التونسيه وكذلك الحزب الدستوري الحر استنكر يعني قرار وزيره العدل القاضي بإشارة دعوه عموميه ضد غازي شواشي في نفس البيان هذا اللي صدر منذ اسبوع تقريبا قرار وزير الداخليه برفض ترخيص تطرير الحزب الدستوري الحر وتحذروا سيد فضل عبد الكافي تحذروا من التبعات الخطيره لعوده الممارسات القم القمعيه واستعمال اجهزه الدوله ضد المعارضين بالضبط لهالدرجه يعني خايفين لهالدرجه يا اخي احنا كي نكتبوا بيان مم. بيان نثبتوا فيه قاعدين نكتبوا يعني تحسوا اللي فما تحسوا اه 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 استعمال اجهزه الدوله اي و... بالضبط يا اخي انت سما كي فالي ميكيالين يعني ناس تتظاهر في حبيب بورقيبه وناس ما تتظاهرش كي واحد يتكلم ويقول لي حب اللي حب هذاك اللجان التفسيريه ولا شنو هو نتاعه يعني هذاك اللي نوع من التفسير حاجه من يقولوا في اللي حبوا ويتهجموا عليه حبوا افاق تونس اليوم معارض لقيس سعيد ومشروع معارض سعيد. أي معارض قلناها 2000 مره معارض سعيد وعندكم معارضه من بين كل المعارضه في موقع رواحكم والا انتم ما في احنا في بالنسبه لجبهه الخلاص احنا مع... ماناش مع جبهه الخلاص ماناش مع جبهه الخلاص واضح خاطر نحسوا اللي مكونات جبهه الخلاص هما المشكله اللي وصلونا لهذا للتازم السياسي عندكم حتى علاقه بجبهه الخلاص ما عندنا حتى علاقه يعني بجبهه الخلاص مواطنون ضد الانقلاب كذلك ولكن احنا نتنسقوا مع احزاب ومع شخصيات م. وطنيه ومع مجتمع مدني م -م. اللي هي باش نجم تكون معارضه اخرى م -م. للتوجه هذا نتاع اللي راهو فيه اليوم من قيس ف... سعيد ومن اللي دايرين به. و... اذا واليوم فيما يخص الاستفتاء تنتظروا نص السؤال وتنتظروا مك... حتى لتو ما كمش عاطين كونسيني دو فوت نعم يعني ام لا يا اخي كيفاش يقول ت... نعم تنتظر. ام لا, لا على مو... يكون... مضمون يكون... ما يعرفوش؟ فما يكون موقف سياسي بويكوت بويكوت اي... موقف سياسي اي... 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 لا لا هو الموقف الاخر هو البويكوت احنا رينا في المكتب السياسي السياسي لافاق تونس اللي الموضوع نعاود نقول التمشي والمسار اللي مشى فيه الرئيس الكل غلط الكل من اللي بدا نهار 25 جويليا يعني كانت خيبه امل كبيره ياسر 25 جويليا خاطر احنا ريناها صدمه ايجابيه ورينا م. لي نجم تكون حلحله لأزمة سياسية خانقة ولكن للأسف جاء 22 سبتمبر ورينا النوايا نتاع الرئيس م. النوايا نتاع الرئيس واللي معاه كيفاش يحبوا يبدلوا تونس وحدهم وهذا مش ممكن وباش نعرضه وقلتوا الاحزاب باش تبقى قائمه الذات حبه من حبه وكريمة مالا اي ديمقراطيه في العالم فيها اجسام وسيطه مش هذايا منش نقوم توقيتو كان لاهين كان لهين في مشاكلنا كان خير مش ن... كان لهين في مشاكل العباد تاع كل يوم كان خيرنا لنا باش نقعدوا ننظروا على كيفية الديمقراطيه باش تصير في العالم م. الديمقراطيه تصير الا عبر احزاب سياسيه اللي هي الاجسام الوسيطه وكهو شكرا لك سيد فاضل عبد الكافي شكرا رئيس شكرا يعطيك الصحه على معنا يعيشك يعطيك الصحه شكرا